طيب، على بركه الله تغادر بعثه فريق النادي الاهلي غدا باذن الله استعدادا لمواجهه الوداد يوم الاحد المقبل. النهارده سافر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره والكابتن سمير عدلي المدير الاداري للتحضير لكل الاجراءات والترتيبات الخاصه برحله الاياب والعوده في لقاء الوداد باذن الله. يمكن الفريق ان شاء الله يسافر بكره، هتبقى فكره التدريبات هناك على مدار يومين بس، يوم الجمعه على ملعب العربي الزوالي اللي اتدرب عليه الاهلي قبل كده في كل المناسبات السابقه لما بيشارك في اي مباراه افريقيه في المغرب سواء مع الرجاء او الوداد، والتدريب الاخير هيكون على ملعب مركب محمد الخامس في استاد مركب محمد الخامس في كازابلانكا باذن الله. عايز اتكلم على نقطه مهمه جدا متعلقه بالترتيبات الخاصه بفعاليات الاتحاد الافريقي للمباراه النهائيه. يمكن تحدد بشكل رسمي يوم الخميس اللقاءات الاعلاميه زي ما اتنظمت في لقاء الذهاب في القاهره هتتنظم ايضا في لقاء العوده. اللقاءات الاعلاميه هتكون يوم الخميس الساعه 9، خمس لاعبين من نادي الوداد هيلقوا بيه او هيتحدثوا عن لقاء العوده، وهيبقى فيه تصريحات مهمه جدا عن مباراه العوده بخصوص مباراتهم مع الاهلي في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا. خمس لاعبين هيكونوا موجودين في منطقه اعلاميه في مجمع محمد السادس في الرباط يوم الخميس الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وبالتالي ده الأوبن ميديا داي اللي هيتنظم لنادي الوداد. تحدد خلاص يوم الخميس الساعة 9 مساء في مجمع محمد السادس في الرباط، خمس لعيبة هيتكلموا غالبا طبعا نفس اللعيبة اللي كانت موجودة في لقاء الذهاب، يحيى جبران ويحيى عطية الله ورضا الجعدي، ممكن كمان يكون يوسف المطيع، كل ده هنشوفه أكيد يوم الخميس في اللقاءات الإعلامية. تحدد يوم الجمعة اللقاءات الإعلامية بلاعبي النادي الأهلي، خمس لاعبين من لاعبي النادي الأهلي سيتحدثون ويعني في لقاءات إعلامية وصحفية مع كل وسائل الإعلام يوم الجمعة الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة. كل التوقيتات اللي بقولها دي بتوقيت القاهرة، يوم الجمعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة هيبقى في لقاءات إعلامية مع خمس لاعبين من النادي الأهلي للحديث عن لقاء العودة أمام نادي الوداد. المؤتمر الصحفي تحدد رسميا إقامة المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي يوم السبت المقبل على مركب في قاعة المؤتمرات الصحفية في مركب محمد الخامس الساعة 1:30 الظهر بحضور السويسري مارسيل كولر ومعه محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي وحارس مرمى الفريق. المؤتمر الصحفي الخاص بنادي الوداد هيكون الساعة 2 الظهر في نفس القاعة، قاعة المؤتمرات الصحفية في مجمع أو مركب محمد الخامس، وهيحضر المؤتمر الصحفي سيفن فاندر بروك المدير الفني البلجيكي لنادي الوداد ومعاه يحيى جبران كابتن فريق نادي الوداد. إذا المؤتمر الأهلي 1:30 يوم السبت، مؤتمر الوداد على طول بعديه الساعة 2 الظهر. التدريبات تحدد رسميا نادي الوداد هيتمرن على مركب محمد الخامس ملعب المباراة يوم السبت الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة، فيما سيتدرب النادي الأهلي على ملعب المباراة مركب محمد الخامس الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، وده نفس توقيت ملعب المباراة طبقا للوائح المنظمة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، إن الفريق الضيف بيتمرن على ملعب المباراة في نفس توقيت ميعاد المباراة في اليوم التالي. طيب، دي جزئية مهمة جدا متعلقة بالفعاليات اللي هينظمها الاتحاد الإفريقي، ويوم الخميس إن شاء الله هيكون في حضور مهم جدا للعديد من مسؤولي الكاف، ورئيس الاتحاد الإفريقي هيصل عصر السبت إلى المغرب عشان يكون موجود في لقاء يوم الأحد. حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي حتى هذه اللحظة غير مؤكد، لأنه حاليا مرتبط بكأس العالم للشباب في الأرجنتين، وفكرة السفر من الأرجنتين إلى المغرب هتاخد معدل سفر يعني توقيت كبير جدا بيقترب من حوالي 10 ساعات، فلسه مش محدد أو مفيش معلومة مؤكدة إن رئيس الاتحاد الدولي هيحضر المباراة النهائية ولا لا. هيتحدد ذلك كتير إن شاء الله بكرة في ضمن البرامج او البرنامج المعد من الجامعه الملكيه مع الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي هو اللي بينظم المباراه النهائيه اللي هيتم فيها تسليم الكاس وميداليات المركز الاول والوصيف، ونتمنى يا رب باذن الله يكون النادي الاهلي صاحب النصيب في الفوز بالبطوله والميداليه الذهبيه والفوز بدوري ابطال افريقيا.